النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الذي جعله الله لتقتدي به البشريه في كل شيء. في كل شيء، ما معنى في كل شيء؟ اذا نصبنا نحن كمسلمين في ليبيا حاكما، يجب علينا كمسلمين نقول لهذا الحاكم يجب ان تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ادارتك لحكومتك. نعم. واذا نصبنا قاضيا قلنا له يجب ان يكون امامك النبي صلى الله عليه وسلم وما صدر عنه من علم، والا هو الامام الذي خرجت منه العلوم كلها الشرعيه. اذا نصبنا اي شيء، مدير يعني في مصنع، اي شيء، قدوته النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. الزوج قدوته النبي صلى الله عليه وسلم، الزوجه قدوتها النبي صلى الله عليه وسلم، الام، الاب، الاسره، المجتمع كله قدوته النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اراد الناس الفلاح في الدنيا والاخره فهذا النموذج الذي امرنا الله بالاقتداء به، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما في العبادة. نعم. كان إماما في العبادة. ومن أراد الاعتدال ومن أراد الوسطية التي يحبها الله عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وسيأتي ذكر بعض الصحابة الذين كانوا حريصين، وسأأتي إليها بعد قليل، لكن دعني أعود إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول حذيفة رضي الله عنه، يقول حذيفة رضي الله عنه، خلينا نقولها ببساطة هيك دكتور، باش أمهات من يهمون الأمهات والناس اللي قاعدين في البيوت كيف يستقبلوا رمضان بمثل هذا. نعم. طبعا هذا الذي سأقوله الأمة ليست ملزمة به، من أراد أن يقتدي بالكمال فهذا هو الكمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حذيفة رضي الله عنه: صليت ذات ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حذيفة أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أراد أن يصلي فرآه حذيفة، قال أريد أن أصلي معه، فكبر النبي، فكبر خلفه حذيفة رضي الله عنه. نعم. فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الفاتحة في الركعة الأولى افتتح البقرة، فحذيفة رضي الله عنه قال لعله في نفسه وهو يصلي، قال لعله يركع في المئة، أي في بعد مئة آية لعله يركع، لأن البقرة كان كلها معنى حتى حذيفة صحابة قال هذا الصحابة يعني وقع في نفسه أنها طويلة، فقال لعله يركع في المئة، فتجاوزها حتى أنهى البقرة كلها. نعم. ثم افتتح آل عمران فقلت لعله يركع في المئة فأكملها كلها، ثم افتتح النساء فقلت لعله يركع في المئة فكملها كلها، ثم لما انتهى من هذا كله البقرة وآل عمران والنساء ركع، يقول يعني أتى بالركوع، فيقول حذيفة رضي الله عنه: فكان ركوعه كقيامه في الطول. نعم. في الطول كان ركوعه كقيامه، معنى أنا أريد المشاهد الكريم أن يتخيل الآن، بس يأخذ البقرة يحط ساعة في جنبه من موبايله ولا ساعة ويقرأ البقرة، هو مستريح وجالس وجنبه قهوة ومية، يقرأ البقرة ثم يقرأ آل عمران ثم يقرأ النساء ويحسب كم الوقت، ثم بعد ذلك ركوعه كان نفس هذا القيام، نفس هذا التوقيت، ثم لما رفع من ركوعه كان قيامه كركوعه. نعم. فلما سجد كان سجوده كركوعه، وهكذا استمرت الصلاة بهذه الطريقة. يقول حذيفة ويقول حتى ابن مسعود صلى ذات ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى هممت بأمر سوء. فقيل له الصحابة اللي كانوا حاضرين ولا التابعين لما روى الحديث، قالوا له: بماذا هممت؟ قال: هممت أن أترك، يعني هممت أني بنسلم وبطلع، يعني